الولايات المتحدة الأمريكية في مواجهة الكثير من التحديات التي تواجهها في المنطقة، ومنها بالطبع أو على رأسها بالطبع ما تواجهه من إرهاب على يد تنظيم الدولة داعش، وكذلك يعني الأزمات المختلفة التي تتعرض لها الكثير من دول المنطقة، سواء في الجوار الليبي، في العراق، في سوريا، الإرهاب في المنطقة عامة. وكذلك يعني سيتطرق اللقاء كما أشار المحللون أو الحوار للعلاقات المصرية الأمريكية، اللي ربما توترت قليلا أو يعني أصابها حالة من الفتور والتوتر بعد ثورة 30 يونيو، يعني رفض الجانب الأمريكي لما حدث في مصر. ولكن مع دخول مصر أو أخذ مصر لخطوات حقيقية على الأرض في أو قامت بتنفيذها من خارطة الطريق اللي تم الإعلان عنها يوم 3 يوليو 2013، يمكن من وجود رئيس، وجود الدستور، وفي انتظار يعني ما أشار إليه أيضا الرئيس عبد الفتاح السيسي من إجراءات للانتخابات البرلمانية، هذه الخطوات الجادة ربما تكون يعني تأكيد على أن مصر تسير في الاتجاه الصحيح لإرساء قواعد الدولة. وربما أيضا يكون يعني تكون هذه النقاط المختلفة التي ذكرناها هي ما دفع بهذا اللقاء وأضفى من الأهمية لهذه الزيارة التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي للولايات المتحدة الأمريكية لنيويورك لمشاركته في قمة المناخ والدورة 69 ل الجمعية العامة للأمم المتحدة. يمكن تمت الإشارة إلى الكثير، إلى يعني أشرنا إلى أنه الإرهاب، العلاقات الثنائية، وغيرها من الأمور التي ستتطرق لها الحديث في الحوار بين الرئيسين الأمريكي والمصري. ولكن يعني دعوني أشير وأكرر ما أشار إليه ضيفي الأخير السفير جمال بيومي، إلى أنه يجب أن نخرج من هذا اللقاء بما يفيد ملف التنمية في مصر بمتطلبات حقيقية لإحداث التنمية التي تسعى إليها مصر. ويمكن ده ما أشار إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته بالأمس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، في إشارته يعني بداية مصر لتنفيذ البرنامج الشامل والطموح لدفع عملية التنمية حتى عام 2030، اللي بيهدف للوصول إلى اقتصاد حر وسوق قادر على جذب الاستثمار يعني في بيئة أمنية مستقرة. يمكن الرئيس في زيارته كانت هناك الكثير من اللقاءات، يمكن السياسية والدبلوماسية، ولكن أيضا كانت هناك لقاءات على المستوى الاقتصادي برجال أعمال، بمستثمرين سواء مصريين أو عرب. يمكن ل يعني الدفع في هذا الملف وجذب المزيد من الاستثمارات لمصر في يعني طريقها لإحداث التنمية. معنا عبر الهاتف سعادة السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق. أنا برحب بوجود حضرتك معنا سعادة السفير. وبداية دعنا يعني نشير إلى هذا اللقاء الذي يجمع الرئيس الأمريكي باراك أوباما بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والذي نحن يعني في انتظار خبر نهاية هذا الاجتماع. معلوماتي إن الاجتماع انتهى، وإنه إحنا يعني إذن هي المعلومة بانتهاء هذا الاجتماع الآن. نعم، في انتظار إنه سواء الجانب الأمريكي أو الجانب المصري يصدر بيان رسمي عما جاء في هذا الاجتماع. لكن ما يمكن أن نقوله في هذه المرحلة وحتى تصدر هذه البيانات الرسمية أنه اللقاء لا شك أنه بيفتح حضرتك صفحة جديدة في العلاقات المصرية الأمريكية. وقد علمنا أنه اللقاء اتسم بالود، وانه بدل ما كان مقررا له ان يستغرق 55 دقيقة استمر لمدة ساعة ونصف. فده ان دل على شيء يدل على انه يعني في اهتمام من الجانبين لمناقشة بطريقة معمقة ما طرح من موضوعات، اللي طبعا البيانات الرسمية هتتحدث عنها. لكن في صفحة جديدة في العلاقات بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية،
وده طبعا أول لقاء يجمع بين الرئيسين الأمريكي والمصري الرئيس عبد الفتاح السيسي. ونتمنى أنه الفترة الماضية اللي امتدت من 3 يوليو 2013 حتى هذا الاجتماع تنتهي، والإدارة الأمريكية تعدل وتغير تماما من توجهاتها تجاه 30 يونيو ثورة 30 يونيو وما ترتب عليها من نتائج. نعم سعادة السفير، حضرتك ذكرت أن هذا اللقاء ربما يأخذنا إلى صفحة جديدة من العلاقات المصرية الأمريكية، ما أهم سطور هذه الصفحة وما أهم ملامح هذا التطور في العلاقات المصرية الأمريكية؟ يعني قبل إتمام هذا اللقاء الجانبين تحدثا وثمنا ما وصف بالشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية. وهذه الشراكة في المرحلة الجديدة من هذه العلاقة محتاجة لتحديد القضايا الرئيسية اللي هتشملها، وأن تأخذ في الاعتبار المصالح المصرية ووجهات النظر المصرية. طبعا الوضع في الشرق الأوسط والحرب على الإرهاب والقضية الفلسطينية والأوضاع في ليبيا وكيفية التعامل مع الجماعات التي بتغذي الإرهاب أو التي تتعامل مع الإرهاب، دي كلها حضرتك هتبقى قضايا محل بحث مستفيض بين الحكومتين المصرية والأمريكية في إطار هذه الشراكة. الشراكة الاستراتيجية بعد هذا اللقاء طبعا هتكون، نتمنى أن تكون حضرتك أحد دعائم الأمن والاستقرار والسلام في ليس فقط في منطقة الشرق الأوسط وإنما في العالم العربي بأكمله. نعم سعادة السفير، دعوة أو ذكر الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته بتطلع مصر للعضوية غير الدائمة بمجلس الأمن لعامي 2016-2017 اللي يعني كما ذكر قال أنه بينبع من حرصها على توظيف عضويتها بمجلس الأمن، ودعا كذلك الأعضاء يعني لدعم ترشح مصر عضوية مجلس الأمن، كيف قرأت هذه الدعوة أو هذا التطلع على مصر؟ مصر دولة مؤسسة للأمم المتحدة، ومصر من الدول الحريصة أن تعمل دائما في أطار الأمم المتحدة، وكل توجهات مصر الخارجية بتنبع من التزاماتها ومن إيمانها بميثاق الأمم المتحدة. وسبق لمصر أنها شغلت مقعد في مجلس الأمن في فئة العضوية غير الدائمة، فإن شاء الله إذا فازت مصر بهذا المقعد فلن يكون هذا جديدا على الدبلوماسية المصرية متعددة الأطراف. ودائما مصر بتوظف عضويتها لتصب في مصلحة القضايا العربية والقضايا المتعلقة بالسلم والأمن الدوليين. وطبعا دعوة السيد الرئيس للدول لتأييد ترشيح مصر أعتقد هتلقى صداها لدى الدول الأعضاء في الجمعية العامة. هو متى بيتم يعني طرح هذا الترشيح؟ لا هو حاليا حضرتك بتعلن الدول اللي هتشغل مقاعد في فئة العضوية غير الدائمة يعني إما بنهاية هذا العام أو في العام المقبل يعني. حضرتك يمكن أن تذكر لنا آليات هذا الترشيح أو يعني اختيار هذه الدول وإعلانها؟ هو بتبقى الدولة بتمثل مجموعة جغرافية معينة وبتم التشاور داخل هذه المجموعة على اختيار دولة، بيتفقوا في المجموعة على اختيار دولة إن هي تمثل هذه المجموعة. عندنا المجموعة الأفريقية، عندنا المجموعة العربية، عندنا المجموعة الآسيوية، وعندنا مجموعة أمريكا اللاتينية والمجموعة الأوروبية. فكل مجموعة من هذه المجموعات بتتفق على دولة أو دولتين لتمثلها في فئة العضوية غير الدائمة في مجلس الأمن، وبيجرى التصويت حضرتك، والدول في الجمعية العامة
بيختاروا حضرتك يعني. فبس انا مش عارف امتى هيتم التصويت بطريق بالتاريخ المحدد للتصويت. نعم. انا ما عنديش فكره عنه. طيب سعاده السفير، يعني الرئيس عبد الفتاح السيسي كان له الكثير من الانشطه في زيارته او كثير من اللقاءات يمكن اللي عقدت مع سياسيين كبار في الولايات المتحده الامريكيه، منهم يعني هنري كيسنجر ومادلين اولبرايت وهيلاري كلينتون. كيف قرأت يعني هذه اللقاءات، أو ما الذي ربما كان يطمح فيه كلا الجانبين من هذه اللقاءات؟ يعني أنا اللقاء مع كيسنجر ومادلين أولبرايت والرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون وحرم السيدة هيلاري كلينتون بصفتها وزيرة خارجية أمريكا السابقة وممكن تكون المرشحة القادمة، مرشحة الحزب الديمقراطي في انتخابات الرئاسة القادمة وممكن تفوز بانتخابات الرئاسة، ممكن هذه اللقاءات في غاية الأهمية يا فندم في من وجهة النظر المصرية ومن وجهة النظر الأمريكية. من وجهة النظر المصرية أنه يعني أتصور أن السيد الرئيس انتهز هذه اللقاءات لتوضيح بعض الرؤى المصرية لقضايا مصرية من وجهة النظر المصرية. من وجهة نظر أمريكية لا شك أن هناك اهتماما كبيرا لدى سواء الدوائر الرسمية الأمريكية أو لدى رجال الفكر وكل من يعمل في مجال السياسة الخارجية والأبحاث المتعلقة بالسياسة الخارجية أن يتعرفوا على أفكار وتوجهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. هذه اللقاءات أتاحت لهم هذه الفرصة، وأنا أعتقد أنه يعني في نوع من التقدير لشخص السيد الرئيس ولتوجهات السيد الرئيس من خلال هذه اللقاءات ومن خلال كلمة مصر التي ألقاها سيادته أمس أمام الجمعية العامة، لأنه الكلمة احتوت على قيم ومبادئ اتفق عليها المجتمع الدولي وتتفق مع أهداف ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة. على سبيل المثال حديث السيد الرئيس عن العيش المشترك، عن حرية المعتقد، عن حرية العبادة، عن الرسائل السماوية الثلاثة اليهودية والمسيحية والإسلام. كل هذه المفردات حضرتك لها أصداء إيجابية وتتفق مع القيم اللي اتفق عليها العالم، اللي هي بتمثل القيم الأساسية للسلام والأمن الدوليين. والسيد الرئيس طرح وتحدث في هذا الإطار، ولهذا أعتقد أن هناك فيه ارتياح لدى الدوائر الأمريكية لهذا الطرح من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي. سعادة السفير، يعني البعض كان يرى أن هذا اللقاء تأخر قليلا وأنه جاء لتدارك هذا التأخر بين الجانب المصري والأمريكي، كيف ترى هذا الرأي؟ يعني أنا أعتقد أنه يعني أنه اللقاء جاء أولا من اللقاء إيجابي، حدوث اللقاء غاية الإيجابية ليس فقط من منظور العلاقات المصرية الأمريكية وإنما من منظور الأوضاع، مجمل الأوضاع في الشرق الأوسط اللي هي مضطربة زي ما حضرتك عارفة ومحتاجة يبقى فيه تعاون وفيه تفاهم وثيق بين القوى العظمى وبين القوى العربية النافذة والمؤثرة على سير الأحداث في المنطقة. من ناحية أخرى زي ما سمعنا أن اللقاء كان وديا، فده في حد ذاته واستغرق أكثر من الوقت المخصص له، فهذا يعني في حد ذاته حضرتك علامة إيجابية أخرى تؤكد أن هذا اللقاء جاء في التوقيت المناسب وجاء في توقيت يعني حضرتك نقول عليه توقيت دبلوماسي، جاء في الوقت المناسب توقيت دبلوماسي. أعتقد أن هو أزال الجليد، يعني التعبير اللي احنا بنستخدمه في الدبلوماسية، إن هو ليس فقط إن هو ساهم في إزالة الجليد وإنما ساهم نأمل إن في تخريب وجهات النظر، وفي إن الرئيس الأمريكي شخصيا بدل ما يعتمد على التقارير التي ترفع إليه
يوميا عن الرئيس عبد الفتاح السيسي او عن توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، هو شخصيا التقى بالرئيس عبد الفتاح السيسي ودار حديث، هنعرف ايه الموضوعات اللي تم مناقشتها. اعتقد ان ده في حد ذاته حضرتك في غايه الاهميه، ونامل ان هو يكون له انعكاسات ايجابيه على مجمل الاوضاع في الشرق الاوسط ان شاء الله باذن الله في المستقبل القريب. بشكر حضرتك معانا سعاده السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجيه الاسبق، ومعنا مباشره السفير كمال عبد المتعال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجيه. انا برحب بوجود حضرتك معانا سعاده السفير، ويعني جاءت المعلومه باذن الله المؤكده بان انتهى اللقاء بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الامريكي باراك اوباما الذي كان مخصص له 55 دقيقه، ولكنها تعدت الى ساعه ونصف. بدايه قبل قراءه اللقاء، كيف ترى يعني امتداد اللقاء الى هذه المده؟ لا شك فيه ان اللي كان مقرر لهذا الاجتماع او هذه المباحثات كان مقرر لها ساعه، وكان تقديرنا ان مع انشغال الرئيس اوباما في اعمال الجمعيه العامه ومع رؤساء دول اخرين وشؤون داخليه وخارجيه امريكيه، كنا بنعتبر ان الساعه مدة طويلة. لكن عشان تمتد بقى من ساعة إلى ساعة ونص، فلا شك أن الحوار كان هام، و بحيث أنه احتاجوا الرئيسين أنه لوقت أطول علشان يغطوا كل الموضوعات اللي على جدول أعمال المباحثات. هل لنا أن نتوقع ما هو الأمر الذي احتاج كثير من المناقشات على يعني أجندة هذا اللقاء؟ هذا اللقاء في غاية الأهمية، لأنه جاء بعد 3 سنوات وثورتين مصريتين وعزل الإخوان من الحكم وتوتر العلاقات بين مصر والولايات المتحدة بعد ثورة 30 يونيو، وتأخير تسليم الطائرات الأباتشي والمساعدات العسكرية والمساعدات الاقتصادية، إلى جانب الدور اللي قامت به قطر، ونعلم أن قطر لا تتحرك إلا بتوجيهات أمريكية في دعم الإخوان سواء أثناء حكم الإخوان أو بعد إزاحة الإخوان عن الحكم. فلا شك أن العلاقات كانت تمر بأزمة، وهذا اللقاء يحتاج وقت لمناقشة كافة الآثار المترتبة على التغييرات اللي حصلت في مصر في السنوات الثلاث السابقة، وإعادة العلاقات إلى مجراها الطبيعي بين مصر والولايات المتحدة، أو ما نتمناه نحن أن مثل هذا اللقاء يكون علامة فارقة، بحيث أني نفتح صفحة جديدة بيضاء في العلاقات الثنائية المصرية الأمريكية. سعادة السفير، يعني إعادة العلاقات لمجرها الطبيعي أم مزيد من التحسين؟ وبالتالي ساعة ونص طبعا مدة ليست قليلة على الإطلاق. نعم، إعادة العلاقات لمسارها الطبيعي أو مجرها الطبيعي أم مزيد من التحسين في هذه العلاقات في ظل ما تواجهه الولايات المتحدة الأمريكية من تحديات في المنطقة، والدور المصري الهام الذي تلعبه الدور الهام الذي تلعبه مصر في مواجهة كل هذه التحديات؟ أه
لا شك أن الولايات المتحدة وقفت على أهمية مصر ودورها الإقليمي والدولي بعد ما يعني فترة طويلة من محاولة يعني التأثير على الدور المصري. وإحنا النهاردة يعني أنا بعتبر أن الدبلوماسية المصرية أصبحت خبيرة بالولايات المتحدة. كان في نوع من العلاقات الاستراتيجية القوية على لمدة أكثر من 30 سنة، وشفنا فيها السلبيات والإيجابيات، وفي الحقيقة النتيجة لم تكن تسعد المصريين أو الشعب المصري. ولهذا الشعب المصري في 30 يونيو في الحقيقة، وهذا يجب أن يقال، أن الشعب المصري لم يكن يريد فقط التخلص من الإسلام السياسي المتطرف أو الذي يتاجر بالدين، وإنما كان يريد أيضا الخروج من النفوذ الأمريكي واستعادة السيادة المصرية وحرية القرار المصري. وبالتالي هذا اللقاء بين الرئيسين لا شك أنه في غاية الأهمية، لا يمكن التقليل من أهميته على الإطلاق. سعادة السفير، يعني مش بس لإعادة العلاقات إلى ما كانت عليه، لأن إعادة العلاقات إلى ما كانت عليه لا يرضينا. نحن نريد علاقات ندية، علاقات جديدة تعبر عن مصر الجديدة، عن مصر التي استعادت سيادتها وحرية قرارها. هل نلمس هذه الندية يعني فيها التعامل من الجانب المصري مع الجانب الأمريكي الاقتصادية وهي بالمليارات؟ نتمنى، وأنا متأكد أن القيادة المصرية الجديدة والرئيس عبد الفتاح السيسي حريص جدا على الحفاظ على السيادة المصرية وحرية القرار المصري، لا شك في ذلك. ومهمته ليست سهلة، مهمته في غاية الصعوبة، وأنا لغاية دلوقتي شايفه بيتحرك بمنتهى الحساسية والدماثة والهدوء والتفكير والترتيب، بحيث أنه ما يخسرش الولايات المتحدة ولا يصطدم بالولايات المتحدة، ولكن يتحرر من الولايات المتحدة. نعم. وينوع علاقتنا الدولية ما بين الشرق والغرب، بحيث يبقى لدينا علاقات متوازنة مع كافة القوى الدولية. ولنا في تجربة الهند درس، الهند تعاونت مع الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي حتى أصبحت قوة كبرى. وأخذت من القوتين العظمتين ما أرادت دون أن تصطدم بأيهما. طيب سعادة السفير، هل ترى في كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أو هل رأيت في كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالأمس يعني نجاح في توصيله لطبيعة ما حدث في مصر، وبتأكيده بأن الشعب المصري هو المصدر الوحيد للسياسات الداخلية والخارجية؟ مش عايز أشك، كان ذلك واضحا جدا، فقد حي الشعب المصري وهو دائما يقول ذلك، يقول أنا لا أعمل وحدي ولن أحقق أي نجاح وحدي، وإنما الشعب المصري معايا، وإحنا الاثنين بنشتغل، وإحنا الاثنين لدينا تطلعات كبيرة ولدينا آمال كبيرة، ونريد أن نعمل سويا. وبالتالي وجه التحية للشعب المصري في بداية كلمته، ووجه التحية حتى لأفراد الجالية المصرية اللي كانوا بالآلاف في مظهر في كما لو كانوا في يوم عيد، وهم يرحبوا بالرئيس السيسي في نيويورك خارج مبنى الأمم المتحدة.
ما الرسائل أيضا؟ كان حريصا جدا. نعم. وهو يعلم أن ظهره مسنود بالشعب المصري. ما الرسائل أيضا التي يعني نجح خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في توصيلها أو في إيصالها للعالم عن مصر بعد ثورتين؟ الحقيقة الخطاب السيسي كان مكتوب كويس جدا وكان متوازن جدا وكان حريص على انه يوضح اهمية مصر ومعاناة مصر من الارهاب وتصدي مصر للارهاب دون ان يصطدم او يوجه اللوم او النقد لاي قوة اخرى خارجية. وهذه هي الحصافة بتاعة الرئيس السيسي في الحقيقة في تناوله للملفات العلاقات الخارجية، وهي انه يكسب اصدقاء ولا يخسر أصدقاء ولا يصطدم بأحد ويحقق أهدافه الوطنية يعني بحصافة وبأستاذية. حتى الآن أنا أعتبره الحقيقة ناجح جدا في تناوله لملفات العلاقات الخارجية حتى فيما يتعلق بقطر أو بتركيا. عندما أرادت تركيا أو مدت يدها أو توهمنا نحن أنها تمد يدها لمصر وتطلب لقاء بين وزير الخارجية التركي ووزير الخارجية المصري، لم نرفض وقبلنا. إلى أن يعني اتضح أن الرئيس التركي لديه نوايا أخرى، ف يعني علقنا اللقاء مع وزير الخارجية التركي. دعني أذكر عند هذه النقطة سعادة السفير بأن أحد ضيوفي الكرام ذكر بأن الجانب يعني المعلومات تسربت بأن الولايات المتحدة الأمريكية هي من قامت بدفع الجانب التركي ل يعني طلب هذا اللقاء على مستوى وزراء الخارجية من الجانب التركي للجانب المصري. كيف ترى هذا يعني هذه المعلومة أو الهدف الأمريكي من وراء دفع الجانب التركي لطلب هذا اللقاء وإن لم يكن يتم بعد التطول التركي؟ أنا لا أنا لا أستبعد ذلك، وهذا يعني تخمين منطقي، لأن تركيا استقبلت القيادات الإخوانية اللي استبعدتها قطر من الأراضي القطرية، وهذا لم يكن تصرفا ينم عن ود تركي مصري. وبالتالي فوجئنا بأن وزير الخارجية التركي بيطلب لقاء مع وزير الخارجية المصري، فأنا لا أستبعد على الإطلاق أن يكون ذلك توجيهات أمريكية. وحتى أن قطر في إبعادها لبعض القيادات الإخوانية من أراضيها لابد أن تكون الولايات المتحدة أيضا وراء هذا التصرف. نعم سعادة السفير، يعني بعد هذه المشاركة والكثير من الأنشطة يمكن التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي على هامش المشاركة في القمة 69 أو الدورة 69 للجمعية العامة للأمم المتحدة، هل لنا يعني أن نتوقع بأن الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية أدركت ضرورة يعني الضرورة الحيوية لاستقرار مصر، وبالتالي نتوقع على الجانب الاقتصادي المزيد من ضخ الأموال والاستثمار كاستفادة من هذه المشاركة في هذا المحفل الدولي بهذه الصورة المشرفة؟ أنا في الحقيقة لست متأكدا من ذلك، لأن الولايات المتحدة والغرب بشكل عام يريدون مصر أن لا تغرق ولكن لا تكون قوة كبرى أو قوة مؤثرة، لأنها
بيخشى من قوة مصر والدولية والإقليمية. نعم سعادة. وبالتالي هم حريصين على أن مصر تظل يعني لا تغرق لكن وتظل عائمة، أما أن تخرج برأسها من سطح البحر ده موضوع لنا أن نأمل في ذلك، نتمنى ذلك، ونتمنى أن الولايات المتحدة والغرب، مش بس الولايات المتحدة بما فيها التجمع الأوروبي أيضا، أنهم يعني يجدوا في مصر ما هو في صالح مصر وليس فقط ما هو في صالحهم. هم النهاردة محتاجين مصر لأنهم قعدوا سنة أو أكثر وهم بياخدوا واخدين مواقف معادية لمصر فيما يتعلق بتوريد الطائرات الأباتشي، فيما يتعلق بالمساعدات الاقتصادية والمساعدات العسكرية، فيما يتعلق بحظر السلاح عن مصر حتى بما في ذلك السلاح الذي تستخدمه الشرطة المصرية في مواجهتها للإرهاب، الأسلحة الصغيرة. فهذه كلها مظاهر ليست مظاهر صداقة أو مودة، هي مظاهر لعلاقات متوترة معادية، لأن مصر لا شك بعزلها الإخوان عن الحكم أفشلت المخطط الأمريكي أو الصفقة الأمريكية الإخوانية اللي كانت بتستهدف حل المشكلة الفلسطينية على حساب الأراضي المصرية في سيناء. يعني فإحنا أفشلنا المخطط الأمريكي. هل أمريكا تخلت عن أهدافها البعيدة المدى؟ علينا أن ننتظر لنرى. نعم ويعني دائما بنتأكد أن يعني السياسة الخارجية لكل الدول تحكمها المصلحة، وهذا يتوقف على دورنا إحنا بقى. نعم أنا بشكر وجود حضرتك معانا سعادة السفير كمال عبد المتعال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، كنت معنا مباشرة، ويعني حاولنا معكم مشاهدينا خلال هذه التغطية التي استمرت معكم يعني قبل التاسعة بقليل في محاولة لقراءة المشهد وما يحدث في نيويورك من نشاطات مختلفة لرئيس عبد الفتاح السيسي وإلقائه الكلمات التي يعني ألقاها أمام قمة المناخ وأمام الدورة 69 للجمعية العامة للأمم المتحدة وما أجراه من لقاءات على جانب هذا على هامش هذه المشاركة. ويأتي على قمة هذه اللقاءات لقاؤه الذي انتهى منذ قليل مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما، ربما نكون في حاجة للتفاصيل عما دار في هذا اللقاء، وهذا ما ننتظره في التغطية المستمرة معكم على شاشة النهار اليوم مع الزميلة سارة حازم وبرنامج الصحافة اليوم، سيكون معها تغطية مستمرة عن هذا الحدث وهذا اللقاء واتصالات مباشرة من نيويورك في محاولة التعرف على ما دار في هذا اللقاء الذي جمع الرئيس الأمريكي باراك أوباما والرئيس عبد الفتاح السيسي. شكرا لكم وابقوا معنا والتغطية مستمرة على النهار اليوم.